بتاعتها او البروتين كرياتين ريشيو الطبيعي انها تكون اقل من 2 من 10، لو اكتر من 2 من 10 يبقى دي بروتينوريا، اكتر من 2 يبقى دي هيفي رينج بروتينوريا، واللي احنا بنشوفها في العيانين النفروتيك سيندروم زي ده كده. وده اللي كان حاضرين معانا امبارح، قلنا نفس الواد ده، وقلنا لان الولد عينيه مورمه فبيروح لدكتور عيون، وده قمه المنطق واللوجيك وكل حاجه. ولو راح لدكتور العيون، بالنسبه لدكتور العيون قمه المنطق واللوجيك وكل حاجه انه يقول ان عنده رمض ويديله قطرات وما يتحسنش او يتحسن او وات ايفر. بس المشكله مش عندنا، المشكله في مش في الالرج يعني، المشكله في الايه، في الكدني. العيان ده يكون عنده بروتينوريا. الالبومين كرياتين ريشيو، عشان بس نبقى عارفين احنا بنطلب مرات البومين كرياتين ريشيو اللي احنا اكتر الناس بيبقى النورمال بتاعه لغايه 30. عندك اقل من 30 ده نورمال، من 30 ل 300 البومينوريا، اكتر من 300 بروتينوريا، يبقى اللي انت بتحكم عليه اكتر من 300. وبناخدها اول عينه، اول لما الطفل يصحى من النوم بدون عمل اي مجهود، حتى لو المعمل قال لي كلام غير كده، لانه دلوقتي طلع موضه ان المعامل بتقول لنا احنا عاوزين تاني عينه. طب الدكتور قال لي ملياش دعوه بالدكتور، وبيحصل مشاكل بيننا وبين المعامل كتيره قوي. يا سيدي احنا عاوزينها اول عينه، انت مالك؟ تمام، وهي مش غلاس، هي احنا عاوزينها فعلا اول عينه. الحاله الثالثه، 5 سنين بنت كومبليتلي نورمال، عملت يورين اناليسيس طلع فيه جلوكوز 1 بلس. حاجه هتقول لها ايه؟ هتقول لها سوري معلش، هتقول لها ايه بروبر هيستوري. طب عن ايه بقى؟ طيب بوليوريا وبوليديبسيا، ماشي تمام. اوردر بلاد جلوكوز، بصراحه انا هعمل كده برضه، لازم اعمل بلاد جلوكوز. هي دي ممكن تبقى دايابيتك، ما احنا لسه قايلين دكتوره ما قايله ان ممكن تبقى دايابيتك، بس ممكن ما تبقاش دايابيتك. عملت البلاد جلوكوز فطلع الراندم بتاعها 120، لو اكتر من كام او عند كام فاكتر تقول ان هو ابنورمال. ها 200 فما فوق. طب ولو فاستنج 126. طب حد مستغلس رقم 126؟ انا مستغلسه. اشمعنى يا دكتور 106؟ ليه يعني حد يقدر يقول ليه 126؟ ايوه 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 ايوه. لا لا مش ده. طب مرينا. لا والله لا، كان حد قال كلمه مش عارف. لا اللي اخترعوا حب كده. لا مش كده برضه، هم عملوا ليه برضو؟ اصل 126 دي برضو غريبه قوي، يعني مش 120 مش 125 اكيد. ما طبعا ما انا عشان كده بسال يا فندم. طيب هو الجلوكوز لتحويله من ميلي جرام بيرسنت الى ميلي مول بير لتر بتقسم او تضرب في كام؟ 18. 18 اقسم كده 7. خلاص، هي اتعملت الاول انجليزي وبعدين قلبت امريكاني، ففضلت زي ما هي 126 اللي هي 7. عشان كده لو حد كلمك من الخليج وبيقول لك انا دايابيتك بس الحمد لله دلوقتي الحمد لله سكري 5 وعادي يعني، وبتتكلم عادي وكده، ده انت 90 خلي بالك. طب عملنا طلع كويس، هتعمل ايه؟ هتري اشور ولا هتقول لها ان هي عندها ريسك تو ديفلوب دايابيتس؟ خلي بالك ان انت عندك استعداد تو ديفلوب دايابيتس، ولا ري اشورنس ما عندهاش ريسك فاكتور؟ بنت 5 سنين ولو اوبيز يعني مش تايب 2، انت في سن صغير. هتري اشور ولا لا؟ الاجابه هتري اشور. والدايجنوزس بتاع البنت ده هي هتبقى ايه؟ اسينشال جلوكوزوري، يعني رينال ثريشولد واطي شويه قليل شويه، فبترشح جلوكوز دون ان يكون عندها اي مشاكل. والمرض دوت ولا حاجه، هو مش مرض. عشان الناس كده، الناس دي بتروح على فكره، بتروح لدكاتره كتير ويعملوا لهم اورال جلوكوز توليرانس تيست وبيعملوا لهم حاجات وبيصمموا ان هم دايابيتك، والاهل بيبقوا مرعوبين. طيب لا مالوش، بس ليه علاقه، بس قصدي مش همنع الانتيك، عشان يعني اكيد هو دايما الرينال ثريشولد اذا عندنا 180 فعندها مثلا 120، فلما يعلى وده طبيعي ان سكري يعلى بدليل ان الراندم لغايه 200، فهو هيعلى، بس ده مش معناه ان انا منعها من الاكسرسايز، ومش معناه انها تدخل في هايبوغلايسيميا من الجلوكوز اللي بيقع في البول ده. طيب البنت دي اللي حضرتك قلت لنا عليها دكتور، دي
اهي حالتك اهي اهي والله او يعني شبهها يعني شبهها شبه. طيب يورين اناليسيس باس سيلز واحد لاثنين وكالشر طالع ستاف اورياس سنسيتيف للفانكومايس بروبر هيستوري ولا اوردر كيدني فانكشنز ولا سونار ولا ادميت فور اي في فانكومايسين لمده 3 ايام وتكمل بعد كده اورال تريتمنت. الكالشر اتعملت المعمل زودها يا فندم المعمل زودها. الام بتطمن. على فكره في ستادي اتعملت مره على التحاليل اللي بتطلب بدون لازمه دي ستادي وطلعت انه ما ينفعش نطلب تحاليل بدون لازمه لان دخلتنا في حاجات كتيره ويمكن تبقى انفيزيف بدون لازمه ودي معموله كده يعني قصدي انت بتفتح على نفسك فتحات كتيره ليه وبتجلب الارواح الشريره ليه كل ده المفهوم فعلا يعني انت ما عندكش حاجه تطلب ليفر انزيمز ليه يعني ايه السبب فطلعت لك 50 اول لما طلعت لك 50 هتضطر بقى تعمل حاجات تانية ما انت مش هينفع تسيبها امال طلبتها ليه طيب دلوقتي على الوضع ده اتطلبت يا فندم نعمل ايه بقى بعد كده لا ما فيش كومبلين هو طلعت كده دلوقتي هتحجزيه وتدي له فانكومايسين ولا لا هحجزه طيب بعتها وطلعت نفس البتاع كده اليورين كوليكشن التكه في اليورين كوليكشن طب احنا اليورين كوليكشن المفروض لو انت تويلت تريند كلين كاتش ومش سهل على فكره طب لو انت مش تويلت تريند هنعمله ازاي ممكن نستخدم اليورين باج في الاناليسز انما مش في الكالشر تمام عشان كده الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول لنا عشان تاخد كالشر المفروض ان انت تاخدها ايه بقى باسطره او كده القصه دي بنقولها ان ديتيلز اكتر في اليو تي اي ولكن العينه دي ستاف هو ده اورجانيزم مشهور قوي في اليورين الاجابه لا ده كونتامينيشن وبالعوده بالذاكره وبالهيستوري بتاع الام نقول لها خدت العينه ازاي تقول لك يا دكتور هقول لك كلام الام بين قوسين بص يا دكتور انا خدت العينه خليت البيبي يعمل البول في قصريه بس كنت غسلاه كويس يا مدام قالت لي لا طبعا غسلها كويس جدا بس هي قصريه يا دكتور خلي بالك ها بوتي بقى في النظام الجديد ماشي اوكي وبقى او علبه زبادي كنت واكلاها بس يا دكتور غسلها جد تمام ايه رايك طلعت انا بقى الرد ازاي طلعت ستاف اورياس بس ده كويس قوي فاهمين قصدي بس يعني انت خدت البتاع من المجاري ومش عاوز يطلع فيها ميكروب ده انت طيب قوي يعني ما ينفعش بيننا وبين بعض كده مفيش يورين اناليس مفيش يو تي اي بدون باس سيلز عاليه خلاص مفيش باس سيلز عاليه ات از فيري انلايكلي ان تلاقي يو تي اي افتكرها كده الكلام ده عليه اكسبشن شويه ولكن افتكر الكلمه دي وبراكتيكالي والله العظيم صح خلاص يبقى انت خليك فاكر الايه القصه دي يبقى طريقه التجميع مهمه قوي 7 شهور عنده فيفر 39 بقى لها 5 ايام ما فيش راش ولا كحه ولا فوميتنج ودانه سليمه وسي ار بي عالي ولوكوسايتوزيس ايه اللي انت هتعمله له تاني بعد دي لازم تعمل له البتاع اللي طلع ومشي ده هو لازم تمام الدكتور بيقول له ايه حط كده السيناريو لما حضرتك في العياده وجاي لك الطفل ده بحراره 39 هتقول له ايه غالبا انا بقى سمعت كده صدره لو انا دكتور يعني قديم وخبره وواثق من نفسي ما بقلقش ليه لما الواحد بيقدم ويكبر عادي بيقول للست ما انا بصراحه مش شايف عنده حاجه لان انت واثق في نفسك انما لما تبقى في بدايه حياتك ولسه فاتح جديد شويه وخايف ان انت اقول لك السيناريو اللي بيدور فتحت بق العيان ما انت لازم تفتح بق العيان وتبص على الجنتاء في اول حياتك لازم تعمل كده وتبص على البول وتقعد يا الله جميل انت فاهم كل الكلام دوت فتحت بق العيان وانت جوه بق العيان قاعد تفكر لما تطلع من بق العيان هتقول للست دي ايه ما انا هقول لها ايه بس استنى انا جوه انا كله جوه دلوقتي تمام طلعت بره طب لما هطلع اقول لها مفيش حاجه طب هتقول لي امال بيسخن ليه طب هرد بص التهاب لا 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 التهاب يا دكتور غلط احتقان اصل انت عارف اصل التهاب دي ممكن تروح لحد وما يطلعش التهاب صدقني الحوار ده بيدور
في رأس 90% من الناس اللي بدأت تشتغل. يقول لك احتقان. وبعدين بقى الخطوة التانية، طب نديله ايه؟ يبقى اكيد مضاد حيوي. اصل هو بقى افترض لو واحده، بص مضاد حيوي. وهنا طب انت في الحته دي ممكن ده يكون تونسيلايتس يا جماعه في 7 شهور. حد شاف تونسيلايتس في 7 شهور؟ لو حد رفع ايده هيبقى مره ونادرا ومش كتير وعلى استحياء والله اعلم. العيان ده لازم تعمل له يورين اناليسز. عمل له يورين اناليسز تمام، باس سيلز 75%. ولو حضرتك ما طلعتش من المحاضره دي الا بالمعلومه دهيت فده هيبقى كافي. 75% هتعمل له ايه وراها؟ كالشر. المعلومه الثانيه صادمه جدا، اي حد عنده فيبرايل يوتي اي لازم 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 تعمل له سونار. ما عندهمش فلوس، انا مالي، هتعمل له سونار، يشحت يروح مش عارف ايه، هيعمل سونار. مفيش بدائل، مفيش بدائل. طب ولو السونار طلع كده تعمل له ايه؟ لازم فويدنج سيستو ريتروجرام. ما انصحكش كجنرال بيدياتريشن تعمل الفويدنج سيستو ريتروجرام، ما انصحكش تطلبه. اسمع كلام، تقول لي ليه يعني انا لازم ابعته للبيدياتريك نيفرولوجيست؟ اه غلاسه، لا هو كده، اسمع جربها مره وهي هتروح من وراك لبيدياتريك نيفرولوجيست خلاص. فانت ليه بقى انت خدها انت اللي بتحوله، هيرجع لك تاني، مش هيروح في حيد يعني، هيرجع لك تمام. طلع عنده البتاع دي، المفروض الكونتراست هنا لما انا بعمل بول ينزل لتحت. طب لو طلع لفوق يبقى عندك زي الجاسترو اسوفجيال ريفلكس، عندك فيزايكوريتيريك ريفلكس تمام، وده بريدسبوزنج فاكتور للاصابه باليو تي اي. وبسؤال هذه الام اللي ابنها عنده 7 شهور عن الهيستوري السابق، قالت يا دكتور الولد ده من وهو عنده شهر شهرين بيجي له ريكارنت اتاكس اوف فيفر وذاوت فوكس. يبقى حرام ولا لا ان ما تشخصش قبل كده؟ حرام. خلي بالك، طب حرام ليه؟ ما انت شخصته والحمد لله. لا، اصل كل اتاك اوف فيفر وذاوت فوكس بايلونيفرايتس تعمل لك رينال سكار، والرينال سكار دي تسيب لك علامه في الايه، في الكليه، وتعمل لك رينال امبيرمنت وحاجات زي كده. فلو سمحت شخصها صح. الحاله السادسه دي كل الناس بتاخد بالها من ظهر العيال دي ودماغها، بس بتنسى حاجتين مهمين قوي، الريكتم والاهم منه اليورينري بلادر. دولت بيجي لهم ريفلكس. اي حد كان عنده امبيرفوريت انس بيجي لهم كتير من المرات ريفلكس. اعمل ايه يا دكتور لما تلاقي الاشكال دي؟ لو سمحت ابقى اعمل سونار واعمل يورين اناليسز، لان انت قد تفاجئ بعد 5 سنين ان الطفله ده هي جايه لك برينال فيلير. ها، فخلي بالك. الحاله اللي بعد كده سنه، جنرالايز اديما، الالبومين في البول كويس، بروتين كرياتين ريشيو كويسة، سيرم ألبومين قليل، كوليسترول قليل. إيه رأيكم؟ آخر واحدة بروبر هيستوري اللي مش باينة. هتعمل ستارت ستيرويد ثيرابي، أوردر رينال بايوبسي، أوردر إيكو كارديوغرافي، أو الأخرانية بروبر هيستوري. بروبر هيستوري، ما هو بروبر هيستوري ده هو اللي شغال في كل الحاجات. عن إيه بقى؟ البنت دي مورمه صح، وهايبو البومينيميك، يا اما ما اكلتوش، يا اما ما صنعتوش، يا اما فقدته في البول، يا فقدته في البراز. هم دولت الحاجات اللي موجوده عندي. طب يطلع ايه من دولت رايكم؟ ممكن يكون الهيستوري ده يقول لك ايه؟ ها، ما اكلتوش، نيوتريشنال هيستوري زي الفل، بتاكل حيوان يعني زي الفل، يعني هتسألي حضرتك عن ايه؟ دياريه وستولز وحاجات زي كده، وده اللي حصل فعلا. خلي بال حضرتك ان الجرلايز قديمة دي اسبابها اهي، والاسباب بتاعتها لازم تفلفل. والكاتيجوري دي اللي اسمها بروتين لوزنج انتروباثي، البنت دي مش هنساها، طلعت ايزينوفيليك جاسترو انترايتس، اللي بيبقى عندهم دياريات بقى وحاجات زي كده مرات، ومرات للاسف بيبقوا بدون دياريه وبيصعب الموضوع، ويبقى برضو بروتين لوزنج انتروباثي. فبالتالي ناخد بالنا. الحالة التامنة بقى البول، أي من دول الطبيعي؟ والتاني برضو طبيعي، أما التالت فبرضو طبيعي. افتكر البول بتاع حضرتك الصبحية النهاردة كان إيه؟ زي إيه كده؟ والله زي ده، بس في حد بيقول لي زي ده، أصلا أنا ما شربتش وأنا نايم. كل دول الطبيعيين، ما فهمش أي حاجة، الألوان دي كلها طبيعية. طيب
ماشي دي ألوان طبيعية، إنما دي ألوان أكيد مش طبيعية. اللي عنده هيماتوريا لو سمحت بطلب له من ضمن الحاجات اللي بنعملها السي 3 والسي 4 والأنتي ستريبتولايسين أوتتر، لأنه وعلى غير ما هو مشهور قوي إن البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس مشهورة وبتعمل لي القصة ده. ألوان البول كتيرة قوي، يمكن خدنا البول بتاع امبارح اللي حلفت لك اللي أنت لو ما شفتوش حتى هذه اللحظة أنت لا تعتبر حتى هذه اللحظة نفسك دكتور أطفال، اللي هو ده الأوكزاليت اللي ما شافوش في الحياة ولا بالتليفون، ده ما اشتغلش أطفال لغاية دلوقتي، زي اللي ما شافش بريث هولدنج أتاكس في طفل بالهيستوري وسمعها لسه ما اشتغلش أطفال. أنا قصدي وبرضو لو ما فيش بنقولها برضو لو ما فيش ولد عمل ببيع عليك وانت بتكشف عليه انت لسه ما اشتغلتش أطفال. بص يا دكتور دي أسهلهم بصراحة، أنا النهاردة هروح أي ولد هقول له علعه يلا تعال عشان أخد الشهادة. انت اول لما بتعمل كده، انا لسه بقول الكلمة دي لسه من اسبوع وقت كده كان هو يعني عادي ووضعه بقلعه بس يعني واخد بالي وموجه البينس للناحية التانية واخد بالي انا عارف، وبعدين بتريق على الناس اقول له انت لسه بقى، وابص الاقيه عوج نفسه وام تقول يا ابن يعني كنا متوضي. المهم يعني بغض النظر، فخلي بالك يعني الحالة رقم 9 دي 9 سنين presenting pallor. العيان ده هتروحها ولا لا؟ بصيت على اوعى حد يقول ان البنت دي عندها انيميا، بس امال اقول ايه عندها ايه؟ اقول عندها ايه؟ الكومنت اقول عندها ايه؟ نورموسيتك يعني فرقت. طبعا اصلها لو مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا تقول لها روحي وهتديها حديد وعادي ما فيش مشكله، انما نورموسيتك نورموكروميك انيميا مش هتروحها بسهوله، لانه اسباب النورموسيتك نورموكروميك انيميا الحقيقه اسباب كتيره من ضمنها كرونيك رينال فيلير، والبنت دهيت دي اسباب الانيميا اهي نورموسيتك نورموكروميك انيميا سي كي دي كرونيك ديزيز هيموراج هيموليسيس بون مارو انفلتريشن. في حد من الحاجات دي سهل ينفع ان انت تقول لها خلاص عندك بون مارو انفلتريشن بس ربنا هيسهل هتبقي كويسه؟ طيب انما هنا ده ثم ده ثم ده وبعدين الباقيين دولت اقل خلاص. طيب يبقى البنت دي لما عملنا لها الكرياتين طلع 1.3. لسه جاي لي من اقل من اسبوع حد من زمايلنا الدكاتره ابنه كويس عنده شويه انيميا وعمل كرياتين طلع 2. ده ايه ده؟ طلع المرض اللي هو ده. ايه المرض ده؟ نيفرونوفثيسيس. ايه دكتور احنا امبارح قلنا حاجه اسمها نيفرو ليثايسيس. انما ده نيفرونوفثيسيس. يا دكتور انت بتجيب امراض عجيبه. لا والله نيفرونوفثيسيس ده مش بتحيز له. اقرا كده ذا موست فريكوينت جينيتك كوز اوف اند ستيج رينال ديزيز ان تشيلدرن. يبقى حقي ان انا ما ابقى عارفه كويس يعني وكده، ولو انا مش عارفه كويس يبقى انا غلطان. المرض ده بيجي لك بوليوريا وبوليديبسيا وانيميا ورينال فيلير، وزي ما البول القليل وحش فالبول الكتير وحش. اصل مش عاوز حضرتك تكون من الدكاتره اللي الام تيجي تقول له يا دكتور الواد بيشرب ميه كتير ويعمل بول كتير فتقول لها ده خير ده حلو عشان يمشي المسائل. ايه يا سيدي اللي يمشيها؟ يمشي الدنيا؟ لا خالص، البول الكتير زي البول القليل برضو مش كويس. طيب الحاله الاخيره 5 سنين، احنا كده فاضل نص دقيقه بالظبط. 5 سنين كومبليتلي نورمال، عمل روتين اناليسز طلع يورين اناليسز طلع كيتونز بوزيتيف. بروبر هيستوري ولا اوردر جلوكوز توليرانس تيست ولا بلاد جازس ولا سونار؟ بروبر هيستوري عرفناها بقى بروبر هيستوري على طول كلها. هتقول لها ايه؟ هتبص لليورين اناليسز وتبص تاني للام وتقول لها لا والله بتكلم بجد. تقول لها ايه طيب؟ حضرتك لا لا مش هسألها صايمه ولا لا. يا دكتور رامي ده انت تدخل الحاجه الاعلى. كانت البنت صايمه وهي عامله التحليل. يا دكتور عرفت ازاي؟ لا ما انا عارف بقى كل حاجه. فعلا كانت صايمه.
انا متاكد انها كانت صايمه، لان انت لما هتصوم هتحرق الفاتي اسيد، ولما تحرق الفاتي اسيد هتطلع لك كيتونز. والحته الادفانسد للناس بقى اللي بتذاكر اكتر شويه، انه لو انت صايم وسكرك واقع وما عندكش كيتونز يبقى عندك فاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت. لا لا اعيدها تاني معلش، لو انا صايم وسكري واقع وما عنديش كيتونز يبقى انا عندي حاجه مشكله، انا مش قادر استفيد من الفاتي اسيد، مش قادر احرقها، لان ده الوقت اللي احنا بنحرق فيه الفاتي اسيد عشان نطلع منها الانرجي واحنا صايمين. فلو لقيت بص نون كيتوتيك هايبوغلايسيميا تساوي فاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت. احنا كده خلصنا الحاجات. حد بقى يقول احنا قلناهم كده، نشوف الترتيب. حد فاكر اول حاجه خدناها ايه؟ كانت ايه؟ ايه كانت ايه؟ لا كانت ايه؟ بروتينوريا. لا بروتينوريا الثانيه، لا الواد النفروتك يا جماعه. الثالثه جلوكوزوريا. الرابعه كونتامينيشن هايل فيفر وذاوت فوكس. السادسه في ايه؟ مش راضي. السادسه كيتونوريا سوري منينجو مايلوسيل هايبو البومنيميا بروتين لوزنج هيماتوريا، قلنا سي 3 نورموسيتك نورموكروميك انيميا وكيتونوريا فاستنج. وشكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتور احمد على المحاضره الرائعه والعرض الرائع ده اللي متعودين عليه من حضرتك. الاسئله اللي حابب يسال يتفضل. بالنسبة لدور النايتريتس، احنا في النايس جايد في البيدياتريك عاملين سكور، لو لقينا مع اليورين اناليسيز ليكوسايتوزيس او لقينا نايتريتس في كل واحد منهم بيبقى فيه مانجد مختلف. السؤال الثاني بعد اذنك برضو، بالنسبة للحديث الولادة الجوندس في من ضمن اسبابها UTI، فازاي انا مع النيونيت ودايما برضو اليورين اناليسز ما بيطلعش يعني واضح عشان اشخص الجوندس على انها UTI؟ طيب هو احنا دلوقتي لو شكرا. واحد عنده كوليستاتيك جوندس او جوندس بصفه عامه قد يكون الاسباب اللي احنا عارفينها، بس دايما بتتقال في الاند كده في الاخر الحاجه ريمبر ان اليورينري تراكت انفكشن في النيونيتال بيريود مي بريزنت بجوندس. وبالتالي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها كروتين واحنا بنأسس العيان النيونيت اللي عنده جوندس نعمل يورين اناليس. الطريقه نعملها ازاي؟ ايديالي لو انا شاكك ان ده هاي ريسك ان عنده يو تي اي على طول تركب قسطره immediately. طب لو انت عندك بوردر لاين ومش عاوز حاجه انفيزيف ركب اليورين بيج واعمل اليورين اناليسز. لو لقيت فيه باس تعمل ايه؟ لا كالشر. اعملها ازاي؟ هركب قسطره واناليسز وكالشر. تمام يبقى كده. انما ما تعملش كالشر بيورين بيج. ليه؟ لانه الكالشر بيورين بيج الريسك بتاع الكونتامينيشن 60%، يبقى ما تنفعش تعمل. خلاص يبقى هي دي الاليه في النيونيتال بيريد. في النيونيتال بيريود حطوا السوبرا بيوبيك اسبريشن ان انا اخدها بايه بسرنجه وكده، يعني هي انفيزيف. لو انا شاكك ان العيان ده فعلا كده هتعمل له كده، انما لو انا كويري وكده لا دي استنى عليها شويه. السؤال الثاني النايترايتس. الفكره نايترايتس والنايترايتس الحاجات دي هل هي موجوده في كل اليورين اناليسز المعامل بتعملهم؟ الاجابه لا، زيها زي اللوكوسايت استريز. مش كل المعامل بتعمل القصه دي. النايترايتس فكرتها ان بتتحول بالبكتيريا من نايتريتس لنايترايتس بتتقري، فمحتاجه ان انا البول يقعد في الطفل وقت، يعني يفضل قاعد مثلا، يعني لو الطفل بيعمل فريكوانسي كتيره مش هتبقى افكتيف. اكيد لو انا لقيت باس سيلز مع لوكوسايت استريز بوزيتيف مع نايتريتس بوزيتيف، كل الكلام ده بيخلي السنسيتيفيتي اوف ذا يورين اناليسز تكاد تصل الى 100% زي الكالشر لو كانت موجوده.
تمام. فبالتالي احنا بنقول ايه اليورين اناليسز لوحده البسلز تقريبا 70-80%، حطيت النايترايتس تزيد ل 90%، مع اللوكوسايت ستريس تزيد حاجه مش عارف تقيسها حاجه 90%، مع البكتيريا تزيد تقريبا 100%. لو لقيت بكتيريا في اليورين اناليسز صحيه كده قدامي بالميكروسكوب تساوي ان انا عملت كالش، بس مش هتقول لي السنسيتيفيتي، هتقول لي ان دي تساوي الكالش. فبالتالي خلينا نقول احنا لما عملنا الجايد لاينز المصريه بتاعه اليورين اليو تي اي كانت المشكله في الحته دي، ان مش كل المعامل بتعملها، هتلاقي بس حضرتك المعامل الكبيره ومش كل المعامل الكبيره بتعملها، حضرتك لو بصيتي مش هتلاقيهم كلهم موجودين. ممكن تكون كده. ايه علاقه الكونستيبيشن يعمل يو تي اي؟ علاقه الكونستيبيشن باليو تي اي انه ساكني البلفس كلهم حاجه واحده بيفضوا مع بعض ويركنوا مع بعض، يعني الست لما تيجي تولد بيركبوا لها قسطره وحقنه شرجيه عشان اليوترس يفضي، افتكرها كده. طب لو الريكتم مش مفضي البلادر مش هتفضي، ولما مش هتفضي يكون عندك ستيزس، ولما يبقى عندك ستيزس يحصل لك يو تي اي. لا بصي هي 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 مش كومن قوي، يعني احنا مش عاوزين نديها برضو فوق حاجه، زي بالظبط لما يجي لك نيونيت مسبتك بين قوسين يعني بتعملوه سي اس اف، هو ده اللي مكتوب، بس هل احنا بنعمله؟ اي نيونيت مسبتك بنعمله، هو ده الايديال على فكره، بس هل الكل بيعمل كده؟ الاجابه لا. بنفس الفكره لما تلاقي حد جوندس هتلاقي دي 900 سبب سيبسز وي 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 حاجات ثانيه، فلو انت مش في سبب واضح اعملي كده، غير كده مش بنعمله يعني المفروض ان هو روتين، الكتاب بيقول كده، بس قصدي في البراكتس حطيها في بالك بس عشان الوقت. خلاص اخر سؤال، اخر سؤال وخلاص. النتيجه للرينال سيروشن ديت اقدر اديها بروفلكتيك انتيبايوتيك؟ الايه 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 سوري الجلوكوزوريا؟ لا الجلوكوزوريا مالها مال اليو تي اي؟ لا مش قصدي ان الجلوكوز ميديا كويسه لل، لا ما تديهاش حاجه، هتفضلي ولو اديتيها تديها لمده قد ايه؟ كام سنه؟ طول العمر بقى؟ لا الجلوكوز لا ما. طب ما الفاجينال سكريشن بتاعه الستات ميديم كويسه للبتاع، مش هديها انتي بايوتيك. شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور احمد بدر، المحاضره فعلا